اقدروا من الصلاة الفروانة، شهداء للباشا، شهداء للنجار، شهداء الياسين وغيرهم من الذين كان حطينا زاوية زياد ابو جواد حطينا زاوية تحتية حطيت خشب يا حاج يا عم على الفاضي الخشب استنى يا عم هنا ايوه انا الحبيب قلبي كيف حالك شو فرق حبيبي الله يسلمك يا عم الله يحفظك بس على ملة رسول الله هات البكت هات السابوله هذا لا هل جاتوا بدفع حجر لا لا عشان الزوايا يا عم ما مش قلقان انا عم جواد شكرا ابو جواد تمام. هل 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 هل